عقدت السلطتان التشريعية والتنفيذية صباح هذا اليوم بواسطة تقنية الاتصال المرئي عن بعد الاجتماع المشترك الأول لبحث ومناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم 70 لسنة 2020 وذلك برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب وبحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ومعالي الشيخ خالد بن عبد الخليفه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنه الوزاريه للشؤون الماليه والاقتصاديه والتوازن المالي كما شارك في الاجتماع معالي الشيخ سلمان بن خليفه الخليفه وزير الماليه والاقتصاد الوطني وسعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وأصحاب السعادة نائبا رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيسا وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين في مستهل الاجتماع المشترك الاول بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه القت معالي السيده فوزيه بنت عبد الله زينل رئيسه مجلس النواب كلمه اكدت فيها الحرص الدائم على جعل المصلحه العليا للوطن ومراعاه مصالح المواطنين نقطه جامعه لكافه المساعي الوطنيه وقاعده رفيعه تلتقي عليها جهود كافه السلطات في مملكه البحرين تنفيذا للتوجيهات الساميه لحضر صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى آل خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وذكرت معاليها أن التعاون البناء والتنسيق المستمر بين السلطة التشريعية والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السبو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله من شأنه أن يعزز المنجزات الوطنية ويحقق الأهداف المنشودة من الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 ترجمة لتطلعات برنامج التوازن المالي في الوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات، ومعالجة الدين العام، ومواصلة تقديم الخدمات والمشاريع الأساسية، واستمرار الدعم للمواطنين الأكثر احتياجًا، مع مراعاة الظروف المترتبة على جائحة كورونا كوفيد-19. وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى أن المستجدات والتطورات الراهنة وما تفرضه من تحديات تتطلب معها العمل بروح الفريق الواحد من أجل اتخاذ خطوات فاعلة تعزز المكتسبات الوطنية وتدعم النهضة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتحقيق المزيد من الإنجازات وإغناء مسيرة الوطن بالانفتاح على آفاق أرحب من العمل المخلص والعطاء العطاء الثري والمبادرات الرائده بما يسهم في تحقيق التقدم والنماء والازدهار لمملكه البحرين وشعبها الكريم من جهته اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى تعاون مجلس الشورى مع الحكومه الموقره برئاسه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله لاعتماد افضل الصيغ التوافقيه حول مشروع الميزانيه العامه للدوله للعامين 2021 2022 منوها بما ابداه معالي الشيخ خالد بن عبد الله ال خليفه نائب رئيس مجلس الوزراء من رغبه صادقه بتقديم كافه التسهيلات الممكنه لانجاز مشروع الميزانيه العامه مبينا معاليه سعي المجلس لتحقيق كل ما من شانه الارتقاء بالوطن والمواطنين وافاد معالي رئيس مجلس الشورى ان ما قدمته الحكومه الوقره من شرح حول مشروع الميزانيه عكس رغبتها الاكيده في الاستمرار بتلبيه التزامات المملكه وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والسعي لاستكمال مشاريع البنيه التحتيه التي تمثل داعما اساسيا للاقتصاد الوطني فضلا عن استمرار تقديم الدعم لمستحقيه وهو ما يمثل أرضية مشتركة تتفق عليها مرئيات السلطتين التشريعية والتنفيذية، معربًا معاليه عن تمنياته بأن يتم إنجاز مشروع الميزانية العامة في أقرب وقت ممكن، بالشكل الذي يلبي تطلعات الوطن والمواطنين. الى ذلك اكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله ال خليفه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنه الوزاريه للشؤون الماليه والاقتصاديه والتوازن المالي اكد ان الحكومه حريصه دوما على ان تضع فوق كل اعتبار مصلحه المواطنين الذين هم اولويه لديها في كافه المجالات وكل الظروف كونهم ثروه الوطن الحقيقيه واشار معليه الى ان تحديات انخفاض اسعار النفط بالاسواق العالميه ومتطلبات التعامل مع فيروس كورونا قد رسخت تلك القناعه وتم التاكيد عليها عبر ما تم اتخاذه من خطوات ومبادرات تصب كلها في صالح الوطن والمواطن والتي عملت على تعزيز الصحه العامه في البلاد والتخفيف من الاعباء المترتبه عليهم جراء هذه الجائحه وذلك تنفيذا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه كما أعرب معاليه عن تشرفه بنقل تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله إلى رئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب تقديرا للدور الذي تطلع به السلطة التشريعية وأوضح معاليه أن بناء الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 وضع المواطن محورا أساسيا عبر ما تم مراعاته من مبادئ عند صياغة مشروع الميزانية مؤكدا بان هذه المبادئ ترتكز على مواصله الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الاكثر احتياجا الى جانب الاستمرار في تحسين كفاءه الخدمات الحكوميه والعمل على زياده فعاليتها وتطويرها منوها بان الحكومه بدات بنفسها من خلال خفض المصروفات الاداريه وتعزيز كفاءه الانفاق الحكومي والاستخدام الامثل للموارد الماليه كما لفت معاليه الى ان الميزانيه ارتكزت على اسس مهمه منها استمرار الالتزام بتحقيق اهداف برنامج التوازن المالي وبالاخص زياده الايرادات غير النفطيه مع الالتزام بسقف المصروفات وذلك حسب الخطه الموضوعه لذلك الى جانب العمل على تحفيز التعافي الاقتصادي خلال المرحله المقبله والاستمرار في خلق الفرص الواعده للمواطنين وأشاد معاليه بالتعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي يضع نصب عينيه تحقيق كل خير والنماء للوطن والمواطن، معربًا عن أمله في مواصلة تعزيز هذا التعاون من خلال مزيد من التوافق لتلبية تطلعات المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الماثلة جراء انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية، والظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا. وأكد علي خلال الاجتماع حرص الحكومة على أن يكون التعاون والتوافق السمة الغالبة على أجواء الاجتماعات التي سيتم خلالها بحث مشروع الميزانية على النحو يمكن للجنتين المختصتين من كلا المجلسين من إعداد تقريرها المتضمن رأيها حول مشروع الميزانية وما سيقدمه ممثلو الحكومة خلال الاجتماعات من معلومات وإيضاحات لجميع الاستفسارات بكل شفافية ووضوح وقال معالي الشيخ خالد بن عبد الله ال خليفه ان المواطن واستدامه الخدمات الحكوميه هي عناصر اساسيه حاضره طوال مراحل اعداد الميزانيه حيث تعد الميزانيه ترجمه لحرص الحكومه التي تشاطر به السلطه التشريعيه وهي مصلحه الوطن والمواطنين. علاوه على مواصله تقديم الخدمات الاساسيه ذات الاولويه كالتعليم والصحه والخدمات الاجتماعيه والاسكان والاستمرار في تقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين الاكثر احتياجا الجدير بالذكر أن مشروع الميزانية قد تضمن تقديرات الإيرادات العامة للسنتين الماليتين 2021-2022 وتبلغ مليارين ومئتين وخمسة وثمانين مليون دينار للسنة المالية 2021 ومليارين وثلاثمائة وتسعة وثلاثين مليون دينار للسنة المالية 2022 بعد تقدير سعر برميل النفط لميزانية 2021 و2022 عند 45 دولارا امريكيا وفق توقعات الاسعار بالاسواق العالمية فيما تقدر فيها إجمالي المصروفات المتكررة بمبلغ ثلاثة مليارات ومئتين وستة مليون دينار للسنة المالية 2021 ومبلغ ثلاثة مليارات ومئتين وتسعة عشر مليون دينار للسنة المالية 2022 بينما تقدر الاعتمادات المرصوده للمشاريع ب 656 مليون دينار عن كل سنه ماليه من السنتين الماليتين المذكورتين شاملا ذلك تدفقات برنامج التنميه الخليجي وتهدف الميزانية للوصول بالعجز المالي الأولي بدون فوائد خدمة الدين العام إلى حوالي 568 مليون دينار في العام 2021 وحوالي 388 مليون دينار في العام 2022 بينما سيكون العجز الكلي حوالي مليار ومئتين وستة وسبعين مليون دينار سنة 2021 ومليار ومائة وخمسة وأربعين مليون دينار سنة 2022